رحت معك قدرة الأغمة ونسكان منطقة عين حلوة هاي عايشين فيها احنا هون على أبانا وجدادنا من 90 سنة. أنا مواليد 67 عمري تقريبا 52 سنة وأنا عايش في هالمنطقة يعني قبل ما أجي دولة إسرائيل هون. ما منعينا شجر ممنوع وغرب بنا ممنوع مي ممنوع كهرباء ممنوع كل الخدمات ممنوعة. بالعلم احنا شعب محتل وشعب محتل الحكومة مسؤولة عنا اي حكومة اي دولة مسؤولة عنا ومش معترفين مش معترفين فينا نهائيا. عندنا اطفال بدنا نعيش وارضنا وامن وامان احنا وهم زي ما هم بنوا انا بدي ابني واعيش احنا وهم وين بدي اروح وين بدي اطير